مع هطول الأمطار دائما تتكرر حوادث الصعق الكهربائي بسبب طبعا رداءة الشبكة الموصلة للطاقة الكهربائية، وقد حذر المواطنون بعدد من مقاطع الفيديو من خطورة الاقتراب من أعمدة الكهرباء أثناء هطول المطر وغرق الشوارع بالمياه. في محافظة البصرة رجل وثق كيف حدثت انفجارات صعقات كهربائية نتيجة تلامس أسلاك الكهرباء وهي تبعث شرار بعد هطول المطر عليها، فنشاهد. هذا مقطع شوف شو حترجع ضل تقرقش. عمال يضربوا لك هاي حترجع توصل.